عوض على اللي اتحرم وديه يا رب وخلي حلمه حقيقة يصبح في يوم يلاقيه ما تسيبوش للزمن يقسى ويكره فيه اللي منك منك وانت منه يا عم الشكل هو هو والدم هو الدم اللي منك منك وانت منه يا عم هو هو والدم هو ده والسم تملي بتدعي له تدعي له احسن من الامه بتدي له تدي له والسم تملي بتدعي له احسن من الامه بتدي له والسم تملي بتدعي له احسن من الامه بتدي له يلا نفرح ونغني
الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة. الدوار ده ملك نحن بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد أيوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. هذا يعرف يخرجني يضربني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة أبو حديدة اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه. وهب قامت العركة. اوبا. أمال إيه؟ أما بعد ما قال اللي يعرف يضربني يضربني. وقع فيها حنجل أبو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزغلطني يضربني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي أيوه. قدام مين؟ أيوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة أبو حديدة. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد الاكل وراح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجه. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا موجوده في الدوار. في الدوار عنديهم هناك. كبير ايه؟ طيب هو قول لي حاجه، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب واسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط. ومين واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج، رايح فين انت؟ لا ابدا، اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج، مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحدايدة. طب واللي هيجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وقدان. $22,750,018 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ لا حسبتها كيف ده، وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك شيك مرصفي ب$10,000,000. وخد بالك خد بالك يا حاج، مفيش وقت، خلاص الوقت قزح، والوقت كان قزح، إلا أن تقزحه قزحك، مش هتروح تجيب محامي محنك زيي. فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ.